مستشفيات قصر العيني بتستعد لأول مرة أنها تستخدم الروبوتات في العمليات الجراحية في وحدة علاج القصور الكلوي. طبعا دي حاجة مهمة للغاية، بتواكب التطور العالمي وبتسهل إجراء العمليات بالدقة المطلوبة. عشان نعرف تفاصيل أكتر معانا الدكتور حسام صلاح، المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني. صباح الخير عليك يا دكتور. أستاذ محمد، أستاذ هدير، أهلا بحضرتك. أول حاجة إحنا بدأنا نستخدم الروبوتات، يعني إحنا عشان نستخدم روبوت إحنا جبناه ودخلنا في مرحلة تدريب الأطباء على الجهاز ده. الروبوت هو هدفه إن إحنا يعني نطور التدريب والتعليم الطبي والعلاجي. فايدته للمريض، هو الروبوت ده هو اللي بيحركه وبيشغله، هو الجراح بمهاراته، هو بيعمل حاجة اسمها ماجنيفيكيشن وتحكم أكتر، يعني بيرفع من قدرات الجراح في الجرح الجراحي اللي موجود، بحيث ان احنا بيحصل تكبير للجرح الجراحي بنسبه 5 أضعاف، وبينقل الصوره ثلاثيه الابعاد ويعطي اضاءه في اماكن عميقه، فبيسهل عمليات كانت قبل دخول الروبوت صعبه بقت بسيطه، زي عمليات الاورام. هو مشهور جدا في عمليات اورام المسالك. عندكم يا فندم في قصر العيني؟ يعني استخدمتوه قبل كده؟ ما احنا عملنا لغايه دلوقتي 14 عمليه. والحمد لله النتيجة بتاعتهم جيدة جدا. ميزة الإجراءات دي أن أنت بتخلي فترة التعافي قصيرة وفترة بقاء في المريض في المستشفى أقل، واحتياج المريض للدم أثناء الجراحة بيبقى أقل ما يمكن، والمريض بيرجع يمارس حياته بدون ألم تقريبا يعني. ودي أحد الحاجات المشهورة، الروبوت لا يستبدل الجراح، الروبوت بيدي نتائج أفضل كتير ما بعد الجراحة. وده يا دكتور حسام يطمن الناس، لانه ممكن ناس تسمع انه استخدام الروبوت في الجراحات ده يكون شيء مقلق بالنسبه لهم، هم متعودين على يعني التقنيات الطبيعيه بالنسبه لهم المعروفه الموروثه، الدكتور الجراح هو اللي يعني بيقوم بالعمليه من الالف للياء، لكن استخدام الروبوتات ممكن يعني يقابل عند بعض الناس بشيء من القلق. مميزات ده للمريض ايه؟ مميزات ده للمريض زي ما انا قلت لحضرتك من شويه، هو فتره تعافي اقل، احتياجنا للدم اقل اثناء العمليه، بقاء في المستشفى اقل، وبيخرج بعد العمليه بدون الم تقريبا يعني. زي ما حضرتك عارفه ان هو جراحات الاورام جراحات صعبه، اي حد بيبقى عنده ورم وداخل عمليه الجراح نفسه بيقول له مشاكل ومخاطر الجراحه نفسها، وهي بتبقى صعبه. وانتوا استخدمتوا روبوتات في جراحات الاورام؟ جراحات اورام المسالك هي اساسا نتائجها متميزه جدا في التخصص ده، عشان كده احنا موجهينها بشكل كبير جدا في جراحات اورام المسالك البوليه. طيب دكتور حسام، هل انتوا بتقولوا للمريض ان الروبوت هو اللي هيقوم باجراء هذه العمليه تحت اشراف طبيب طبعا؟ لا، هو الروبوت مش هيعمل، الجراح اللي بيعمل. الجراح هو اللي بيعمل باستخدام الروبوت. فهو السؤال، المريض نفسه ممكن يخاف شويه زي ما كانت هدير بتقول لحضرتك، فهل بيبقى عارف هو داخل؟ بيبقى لازم يبقى عارف طبعا. هو احنا الروبوت ده هو تطور للمناظير، هو الجراحات التقليديه هي دي اللي احنا معتادين عليها، ثم جه عصر المناظير الجراحيه، ثم بعديها الروبوت الجراحي. هو الجراح بيبقى قاعد على حاجه اسمها داشبورد، قاعده كده بيبقى قاعد عليها، هو بيحرك الاجهزه بايده، هو اللي بيستخدمها. الروبوت مش يتحرك لوحده ويعمل جرح فتح جراحي ويبدا يشتغل في العمليه من غير توجيه الجراح، هو الجراح هو اللي بيعمل كل حاجه في الحقيقه، وهو الجراح في الاخر هو اللي بيبقى مسؤول عن العمليه من الالف للياء، وبيتقال له ان انت داخل العمليه بالروبوت الجراحي في الحقيقه. يعني عشان نبسط الموضوع للناس، هي تقنيه متقدمه من المناظير، نوع من انواع التطور في تقنيات العمليات، قبل كده كنا بنعملها بالمناظير، دلوقتي بقينا بنستخدم الروبوتات. بالظبط، حقيقي بالظبط كده. طيب يعني في تجهيزات معينه يا دكتور بتتعمل للعيان ليها علاقه بمساله التغيير ما بين المناظير لاستخدام الروبوتات؟ لا، التحضير قبل الجراحه هو التحضير لاي جراحه عاديه خالص، ما فيش حاجه استثنائيه بتتعمل لجراحات الروبوت، وهو بالعكس احنا بنقول ان الروبوت ده بيسهل على الجراح وبيسهل على المريض وبيديله نتائج افضل. طيب هذه الروبوتات يا دكتور حسام تم اختراعها خصيصا لمثل هذه الامور. بالظبط، وهو المتوقع في يعني احنا دلوقتي المرحله اللي احنا فيها دي في العالم هي حاجه اسمها الثوره الصناعيه الرابعه، اللي فيها التكنولوجيا بتتقدم بشكل سريع جدا،
قريب جدا حضرتك هتلاقي ان التقنيات دي بتتطور اكتر. يعني الروبوت الجراحي ده يعني ليه مراحل تطور، اللي في المرحله اللي احنا فيها دي هي مرحله جيده وبتقدر تجيب نتائج احسن. انا متوقعين جدا في المجال الطبي ان الروبوتات الجراحيه تتطور اكتر من كده، والتشخيصيه الاجراءات التشخيصيه كمان هتبقى احسن من كده وافضل من كده يعني. هل ده ابتدى يطبق داخل الجامعات مثلا عشان يتم تدريب الطلبه على استخدامه؟ هو حضرتك الروبوت تقنيه عاليه، هي بيستخدمها مش طلبه، هو دلوقتي اللي بيستخدموه اعضاء هيئه التدريس والاساتذه. هم زي ما احنا بنقول الاندر جراديوت اللي هم طلبه ما قبل شهادات البكالوريوس، ما بيتعلموش اجراءات جراحيه، هم بيتعلموا يعني. طب طلبه امتياز هيشتغلوا بهذه الطرق ولا لسه ما فيش خطه لده؟ لا 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 لا، الامتياز حضرتك ما بيبقاش متخصص. احنا من اول طبيب مقيم في مستشفيات جامعه القاهره بيبدا يتدرب على الجراحات، هو حضرتك لازم يتاهل بالمهارات العاديه قبل ما يستخدم الروبوت. فهو في مرحله طبيب مقيم بيستخدم المهارات الجراحيه، ثم يرتقي بعد كده لاستخدام المناظير، ثم بيرتقي بعد كده لاستخدام الروبوت. احنا في تدريبنا ما كانش فيه روبوت، يعني احنا ده ادخلناه خلال الشهرين اللي فاتوا عشان نبدا نستخدم روبوت، يعني احنا ما كانش عندنا في التدريب في مستشفيات جامعه القاهره تدريب على جهاز روبوت، دلوقتي بقى عندنا هذه الامكانيات. دكتور حسام، هل الموضوع مكلف؟ طبعا مكلف. هو دي زي ما بنقول هي ده عيب الجراحات دي، هي بتكلف، هي تكلفه الجراحه على المستشفيات المريض بيتكلف حوالي من 50 ل 60,000 جنيه. بس احنا بنعملها مجانا، يعني احنا اللي بنتحمل كمستشفيات، يعني المريض بيدخل عندنا بيتعمل له جراحه ويخرج من غير ما يتحمل اي عبء مالي خالص. ده داخل القصر يعني العيني. داخل القصر العيني فقط على فكره على مستوى الجمهوريه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه ثانيه، ان احنا هنتحول ان شاء الله بعد 6 شهور لمركز لتدريب الجراحين على على مستوى المنطقه الشرق الاوسط وافريقيا في القصر العيني، هو ده المستهدف. احنا زي ما بيقول القصر العيني مرتبط في الاذهان بحاجتين مهمين، للمواطن ان هو الملاذ العلاجي ليه، وللاطباء ان هو مركز التدريب. صحيح، ويمكن عشان كده يا دكتور انا كنت بسال هل هيكون في استراتيجيه ما انه كمان الطلبه تتعلم بهذه الطرق الحديثه، مساله التطوير اللي بيحصل، واحنا زي ما حضرتك كنت بتتكلم يعني امام ثوره صناعيه في كل دول العالم، فانه كمان احنا عندنا الجراحين على وجه التحديد كمان من امهر الجراحين على مستوى العالم، فانه يستخدموا هذه التقنيات قد ما يكون بدري، يعني قد ما يكون ده مسموح، اكيد هيفرق في مهاره الطبيب. احنا بالظبط عشان كده احنا دائما ابدا اول لما بنبدا التدريب على الجراحات بنحاول نبدرها في الاعمار المبكره، لان التعليم بدري بيبقى افضل دايما بكل تاكيد، وبيكتسبوا مهارات افضل وبيتمرنوا عليها فترات اطول يعني. شكرا جزيلا يا فندم دكتور حسام صلاح، المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني.